ما حكم الاتيان إلى من له عنده جن يعالج الناس عن طريق جن آخر مسلم، وبالطريق الشيخ الإنسي يعرف كلام الجن يأخذ بعض النقود يعالجون هذا المريض؟ أولا، هل هذا الجني المسلم هل أعلن إسلامه عند كاتب العدل؟ بينهم يقول إنه مسلم ولكن لا يعرف هذا. من يقول إنه مسلم؟ المنافقون يقولون إنهم مسلمون وهم أكفر عباد الله. إلا إذا جاء المسلم وجاء عند كاتب العدل الإنس، نعم، وقال المسلم وعسى أن نقبل. طيب شيخ، هذا الشيخ يقول إنه يعرف إنه هو مسلم وزميله، يعني هذا الشيخ الإنسي. طيب أميرهم تحت وزارة الداخلية ولا إيه؟ والله مسائل الجن حقيقة الإنسان يقف يعني متحير، لكن لا شك إن إذا علمنا أن هذا الجن مسلم وأنه يعين أخاه المسلم في غير محرم أن هذا جائز، لأن استعانة الإنسان بالجن المسلم كاستعانة بالإنس المسلم إذا كان لا يستعين به على شيء محرم. يعني ما يقول تعالى أنا أبغض فلان رح أحرق ثيابه أحرق بيته، إذا كان ما يقول مثل هذا، أو يا فلان أنا أبغض فلانا رح روعه بالليل خلوا لي أنا، هذا إذا كان في ضرر على المسلمين ما يجوز. كذلك إذا كان لا يمكن أن يخدمه الجني إلا إذا تقرب إليه بما يحرم، بأن يذبح له أو ينذر له، أو يكون المرأة مثلا يقول جني أنا أخدمك بشرط أن تمكنيني من أزلنا بك، أو بالعكس. المهم إذا كان ليس بطريق محرم ولا على شيء محرم فهذا جائز. أقول هذا عن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال ذلك في عدة من كتبه. ولكن المشكلة الآن من يقول هذا الجن مسلم؟ هذا هو المشكلة. شيخ، أليس الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اتيان الكاهن؟ بلى، لكن الكاهن مش يسوي؟ يخبر عن مغيبات المستقبل، ولا أحد يخبر عن يعلم المستقبل، حتى الجن مات عن المستقبل. الجن أليس لبثوا في العذاب المهين في عهد سليمان وهم لا يدرون أنه ميت؟ طيب كيف يعلمون الغيب المستقبل وهم ما عرفوا الغيب الحاضر؟